هذا هو آخر ما توصلت لشركة هواوي كهاتف ممكن ينطينا أداء متوازن وبسعر منافس جدا للفئة المتوسطة. خليكم معنا. مرحبا أصدقائي، تحية طيبة لكم. هواوي نوفا 7i أو ممكن المسمى الثاني اللي هو P40 Lite بعض الدول ممكن يكون. قبل بداية الحلقة، هذا الهاتف يجي بدون تطبيقات جوجل، ولكنه شخصيا بديت أتقبل فكرة أنه هاتف يجي بدون تطبيقات جوجل، لأنه الأب جلاري واحد من الشغلات اللي سخرت بها شركة هواوي كل القوة الخاصة بها بهذا التطبيق، وانطت أكثر من مئات المطورين، بحيث أنه إحنا بدينا نشوف أنه أغلب التطبيقات موجودة على الأب جلاري، بما فيهم أنه الفيسبوك والواتساب اللي تقدر أنه أنت توفر لك لينك خاص، وتقدر بكل بساطة تنزل الشات بارتنر اللي من خلال انه انت تقدر تنزل كل تطبيقات جوجل وتستعمل الهاتف بدون اي مشكلة، تعمل التطبيقات اللي انت حاب تشتغل عليها. بالنسبة لتصميم الهاتف، اجا مغاير لسلسلة النوبة اللي تعودنا عليها، من خلال انه كنظرة مبدئية تلغيها عليها الباك كفر دائما انه احنا نركز عليه، لانه التصميم اكثر التغييرات تكون على الباك كفر. فهنا عندنا اربع كاميرات متاخذة بالشكل المربع، نقدر نقول انه الشكل العصري. الفريم اللي موجود عندنا هنا هو من البلاستيك المقوى، ولكنه هيئته قد ما تنظر إليه فتشوفه انه من الالمنيوم، ولكنه من البلاستيك مشنفر بطريقة جدا احترافية. والهاتف ياخذ شكل البيضوي، يعني قد ما تمسك الهاتف لفترة طويلة ما راح تحس انه انت عندك معاناة كبيرة، او ممكن تكون هذه الزاوية هي حادة او عائقة بالنسبة لك، يعني مريح بالنسبة للمسكة. اما الواجهة الهاتف هي كلها عبارة عن شاشة موجودة عندنا باعلى يسار الهاتف، عندنا كاميرا موجودة سينجل، من الاسفل عندنا منفذ شحن التايب سي زائد الجرس او صوت زائد منفذ السماعات، من الجهة اليمنى عندنا الفينجر بريت او البصمة زائد زر رفع وخفض الصوت موجود، من الاعلى ما يوجد فيه اي شيء، من الجهة اليسرى عندنا منفذ استقبال شريحتين او شريحة ورام، لكنه من نوع النانو، هو اللي خاص بشركة هواوي نفسها. بداية خلينا نركز احنا وياكم بنقاط القوة اللي موجودة على هذا الهاتف، وهي تتمثل ببطارية 4000 ملي امبير. ممكن يكون هذا الشيء هو شيء عادي، ولكنه هنا عندنا منفذ شحن التايب سي اللي هو بتقنية ال 40 واط، يعني باختصار انه انت ممكن يشحن معك هذا الهاتف من الصفر الى 100% خلال نص ساعة فقط، وهذا الشيء اللي نشوف انه قفزة جدا كبيرة من النوفا السابق اللي هو كان يجي تقريبا 15 واط. زائد انه شاحن ال 40 واط راح تخلي لك شركة هواوي موجود بداخل هذه العلبة نفسها. بالنهاية هذا ممكن يكون من الشغلات اللي يوفر لك انه انت تشتري شاحن خارجي وبسعر ممكن يكون تقريبا 40 دولار. بالنسبة الثانية، نقطة ايجابية موجودة عندنا، فاقدر اقول لكم انه اتحررنا من طوق معالج الكيرين 710F. هنا المعالج كان متغير نوعا ما. المعالج اللي موجود هنا هو 810 من نوع الهايسيكون كيرين مع تقنية ال 7 نانومتر. اذا اردت اتكلمكم عن معالج الرسومات، فهنا عندنا الجي 52 من نوع مالي، وهنا ممكن اعتبر هذا الهاتف هو هاتف بين المتوسطة الى الخارقة، لانه هذا المعالج سابقا شركة هواوي استعملته على الهواتف اللي تكون خارقة وفلاكشوب، ولكنه اكيد عجلة الزمن تمشي لازم نشوف هذا المعالج هو يوم من الايام موجود على الفئة المتوسط. اما بالنسبة البوبجي مع معالج 810، فكيف راح تكون؟ شخصيا جيت جربت هذه اللعبة موجودة، انطتني اعلى اعدادات موجودة، زائد انه سلاسة كانت جدا قوية، نوعا ما كان في تحسين عن 710F من ناحية اللاج، بصراحة ما موجود هذا الشيء، زائد انه الفريمات اللي كانت موجودة ما بيها اي تقطع، على الرغم من انه هذه الشاشة هي ما تعدت ال 90 هرتز، يعني اتكلم لكم عن 60 هرتز فما نازل. فبالنهاية انه بصراحة اللعبة كانت تجربتها جدا سلسة، مع انحناءات اللي موجودة بالشاشة نفسها كان هذا الشيء من العوامل اللي سهل لي مسكة الهاتف. بالنسبة للذاكرة اللي موجودة هنا، فعندنا هنا ذاكرة موجودة هي 128 جيجا بايت كذاكرة داخلية، مع 8 جيجا بايت كذاكرة عشوائية، ولا ننسى انه احنا نقدر نضيف النانو كذاكرة خارجية ممكن نستفاد من عندها. اما بالنسبة للشاشة، فهنا الشاشة هي راح تكون 6.4 انش بدقة 2310x1080 من نوع ال LCD، لكن هنا اكو تقنية سمتها ان شركة هواوي مسمى مختلف نوعا ما. التقنية هي اسمها هواوي Punch Full View Display، وباختصار انه هنا بمعنى انه كمية الالوان اللي موجودة، زائد انه الدقة اللي حتحصلها على هذا الشاشة
نوعاً ما مختلف عن الفئة اللي تعودنا عليها. أما بالنسبة للكاميرات فهنا عندنا أربع الكاميرات الجميل وبصراحة أناقة بالتصميم. أنا أتكلم عن اللون الزهري، ممكن أنه مسمى شركة هواوي إلي. فهنا عندنا كاميرا 48 ميجا بيكسل ككاميرا أساسية، زائد كاميرا ثانية 8 ميجا بيكسل للزاوية العريضة، زائد الكاميرا الثالثة راح تكون 2 ميجا بيكسل هي الكاميرا اللي تكون للماكرو. أما الكاميرا الرابعة في البورتريه راح تكون هي 2 ميجا بيكسل، زائد انه عندنا كاميرا سنجل موجوده باعلى يسار الشاشه نفسها، هي هاي 16 ميجا بكسل الكاميرا الخاصه بالسيلفي اللي ممكن انه انت تستثمر بيها على الفيس اون لوك، تستفاد من عدها انه هي تعطيك اكثر تفاصيل للوجه نفسه، حتى تستفاد من عدها كل مره انه انت تفتح الهاتف بدون استعمال البصمه نفسها. اخيرا هذا الهاتف يجيب بصمه او سنسر البصمه موجود بيمين الهاتف نفسه اللي تعودنا عليه من الواي 9 اس، كان اداء جدا مثالي بالنسبه لي وسريع ومواجهه بلاج، على الرغم من انه صغر السنسر اللي موجود هنا مجرد ما تلمسه بكل بساطه حيفتح معك. زاد انه البلوتوث الجيل الخامس موجود هنا عندنا، زائد انه ان اف سي واحده من الشغلات المهمه اللي موجوده عندنا هنا. السعر الخاص بهذا الهاتف هو متوفر عندي الان، لكن متوقع انه بهاي الايام راح يكون جوا عندكم بالتعليقات او ممكن يكون بالوصف اسفل الفيديو. اتمنى شباب نكون غطينا هذا الهاتف بكل التفاصيل، واتمنى انه نكون قدمناكم معلومه مفيده بالنسبه لكم، ونلتقي بحلقات قادمه. في امان الله.